دعا مجلس النواب اللجان الحكومية المكلفة بالتحقيق في حوادث الاغتيالات لبعض الشخصيات السياسية ومنتسبي القوات المسلحة والأمن، حثها على الاطلاع بالمهام التي أوكلت إليها خلال وقت قياسي وتقديم حصيلة عملها وما تتوصل إليه من نتائج إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة إزائها، بما في ذلك مجلس النواب عبر الوزراء المعنيين. ولفت المجلس في جلسته اليوم إلى أن سرعة إنجاز تلك اللجان لأعمالها سيؤدي بالضرورة إلى الحد من ارتكاب الأعمال الإرهابية والجرائم، وبالتالي ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة.